مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيك في قراءتك العامة. عندك حذر، ولكن حذر لداعي. هذا الحذر ممدوح. أشوفك هنا قاعد تحسب حساب كل خطوة وكل شيء قبل ما تدخل في الموضوع. إذا كنت مقبل على مشروع أو في شيء معين في بالك، فأنت قاعد تحسب حسابه من جميع الجوانب، وهذه خطوة جدا ذكية منك. هذه هي الطاقة اللي بعدها، الطاقة اللي أنت طالع منها. طاقة التمبرنس برج القوس هي أيضا طاقة أن تشوف، قاعدة هني أشوفك تعاين مشروع أو وظيفة أو حتى تحركات في الحياة العملية. قاعدة تشوف شنو اللي راح يعطيك أفضل مستقبل، أفضل مردود مادي. قاعد تعاين خياراتك، عندك خيارات قاعد تعاينها وتشوفها من كل زاوية. طاقة المستقبل، الأميرة العزباء، يبدو أن قراراتك راح تكون في مكانها الصحيح، لأن الأميرة العزباء هي الأميرة اللي تملك كل شيء، المال، الجمال، الخيارات، الطبيعة، كل شيء، ما عدا ناقصها آخر خماسي لإكمال العشرة، وهو يكون دائما خماسي الزواج أو الارتباط. ولكنها في وضعها الحالي تملك كل ما تحلم فيه، معناته أن قراراتك إن شاء الله راح تكون جدا بوادرها أو تثمر بشكل إيجابي. ما هي الطاقة اللي راح تحتاجها؟ ثلاثة السيوف. أوكي، عليك أن تكون شوية في طاقة السيوف. طاقة السيوف هي طاقة العقل، ما تكون عاطفي في الفترة القادمة، ما تسمح لأي أحد يحسسك بالذنب. هذه هي الرسالة. وما هي النتيجة؟ أوكي، ملكة النار، ستحصل على الاستقلال أو المكان اللي أنت لطالما طرحت فيها. راح نبتدي نوضح الكارتات. أول شيء نوضح فارس الأرض، الفارس الحذر. أوكي، ست الخماسيات، أيضا طاقة الخيارين. أشوف هني مثل ما قلت لك يا جوزاء أن أنت قاعد تعاين خيارين، مشروع، متى أبتدي المشروع، متى أدخل في هذا التخصص، وأي مشروع أدخل. قاعد فعلا تقيمهم داخلي في طاقة التقييم. سبعة السيوف، خمسة السيوف. خمسة السيوف هي أن نربح المعركة بغض النظر عن الثمن. ممكن أوقات تكون طاقة سلبية، ولكن مش شرط أبدا. في قراءتك العملية أشوفها طاقة إيجابية. أنت مصمم، أنت مصمم أن تختار الأفضل لنفسك، وهذه تقريبا مثل طاقة ثلاث السيوف، طاقة اللي ما راح أسمح لمشاعر الآخرين، أفكار الآخرين، رأي الآخرين يؤثر على صنع القرار في حياتي العملية. وين أصرف فلوسي؟ مثلا إذا أحد دائما يأتي لي ويتدين مني، لازم أضع قدمي على الأرض وأقول لا، لهني وكفاية، لأن أنا محتاج أني أستثمر في حياتي المستقبلية. ممكن قراراتك تسبب بعض الأذى، بعض الألم، الخذلان للأشخاص المحيطين حولك، ولكن تأكد أنه القرار الصائب من أجل نفسك. خلنا نوضح الأميرة العزباء، تسع الخماسيات. أوكي، أنت هنا قاعدة تقول أنا تحملت نتائج، أنا دفعت. إذا كنت متدين من أحد أو في شخص، هني أشوف شخص معين يطالبك أن أنت دائما تمد بالأموال، تمد بالدعم المادي، أو حتى يتسلف منك كل فترة والثانية. أنت هنا قاعد تقول أنا كل أموالي جمعتها وراح أستثمرها في مكان معين، عندي وجهة، عندي وجهة. أنت تشوفني كأنما هذا الشخص يشوفك أن أنت لا، أنت كأنما بخيل، أنت تحاول أن تأذيه، أنت ما تريد تعطيه، ولكن الحقيقة لا. أنت قاعد هني تقول له أنا ما أقدر أعطيك، وإن كنت تشوف أن لدي الكثير، لأن الكثير هذا بعد استثمره في مستقبل أفضل.
ولكن هني أشوف عندك خطة على المدى الطويل، خطة انتقال، خطة حط عينك على مشروع، على منصب معين تريد أن تصل له في الوقت المناسب. ستة هو الوقت المناسب، كأنما أنت راسم لنفسك خارطة عبارة عن 6 شهور 6 سنوات، حاط لك أهداف، حاط لك خطوات أمامك راح تمشي عليها مخطط لحد ما تصل للي في بالك. 3 السيوف، نعم تحت هالبرج الأشخاص هذين، لأن قلت لك متعودين على أنك دائما تمدهم بالدعم، راح يحسون بالصدمة، بالصدمة أن من وين برج الجوزاء اللطيف الطيب لديه هذا الوجه، الوجه الآخر، الوجه اللي مستعد أن يواجهني فيه ويقول لي لا بشكل واضح وصريح. نوضح ملكة النار، 7 الخماسيات. أنت هني دائما أو في هذه القراءة بالذات هي برج الجوزاء، أشوفك قاعد ترد تعمل بهدوء وترد على الأشخاص اللي يحاولون يلومونك أو يحسسونك بالذنب. أنت مخطط أن تصل إلى مكان معين، نبتدي بالفارس وننتهي بالملكة. هذا يعني مو انتقال فقط في وظيفتك، احتمال انتقال حتى في الشركة اللي تعمل فيها، المكان اللي تعمل فيه، ترغب بتغيير المكان. التغيير ما راح يكون بين يوم وليلة، من أجل ذلك أنت بالحاجة أن تكون جدا حذر حاليا. الأموال وإن كانت مو كثيرة عندك حاليا، وين تستثمرها؟ لأن هذه الأموال ما راح تنمو من تلقاء نفسها. أنت هنا قاعد تقول أيضا ما في أحد أعطاني شيء مجاني يوم من الأيام. نعم يا برج الجوزاء، ما في أحد يعطي أحد في هذا الزمن شيء مجاني، دائما يكون لثمن، أعطيك فتعطيني، أعطيك فأنت مديون لي. فلذلك أنت حريص، هذا الخماس اللي في يدك، الأموال، التعب، الاجتهاد، حتى اللي حطيته في شهادة معينة، في دراسة تريد أن يثمر، وقاعد تحمي. هني 5 السيوف أشوف طاقة حماية، سأحميك مهما كان الثمن، سأحمي نفسي، سأحمي حياتي العملية. بعد 3 سنوات 4 6 سنوات أريد أن أكون في المكان الفلاني، فلازم الحين محتاج أحمي نفسي، أحمي قراراتي، وأحمي حتى استثماراتي. قاعد تعاين مو شرط بس مشروع، فكرة في بالك تريد أن تصل لها خلال وقت قياسي، خلال وقت قياسي قاعد تبي تحط لنفسك يعني خطة تمشي عليها، ما تحب هني التأخير، راح تمشي بحذر ولكن مو بتأخير. كل مرحلة من عندك راح تأخذ الوقت المناسب اللي أنت وضعته لها. هني الأميرة العزباء وتحتها المخاطر. أنت عارف أن أنت وقف في البداية بالضبط، مثل ما قلت لك تقول لهم أنت تشوفوني أملك الكثير ولكن هذه فقط البداية، أنا لحد الآن ما أملك الكثير. هم يشوفون أنت عندك 9 الخماسيات، الكثير من الأموال، وصلت إلى مكان عالي من التفوق، من المنصب، ولكن مقارنة بطموحك أنت، أنت توك في البداية، توك ترسم خارطة الطريق، لذلك أنت غير مستعد وغير قادر. نعم والحق معك، أنت تعطيهم، أنت ما وصلت إلى مرحلة نضوج مقارنة وين أنت حاليا وين هدفك تريد أن تصل له. أوكي؟ فنعم لذلك أنت شوي ممتنع عن العطاء في هاي الفترة، ونعم بحاجة أن تحمي نفسك، لأن ما في أحد راح يعطيك وما في أحد راح يحميك غير نفسك، قرارك هو اللي راح يحدد هذا المصير. أوكي؟ هذه الأشخاص مثل ما قلت لك يتصرفون كأنما أنت غلط في حقهم أو قصرت معاهم أو حتى أوهمتهم بشيء. أنت تقول هني أنا ما أوهمتكم، أنا عندما كنت أستطيع العطاء عطيتكم، ولكن حاليا هو وقت التغيير، وقت أني أوفر أموال أو أتوجه لصنع مستقبلي الخاص. لما كانت عندي فرصة ما كنت بخيل معاكم، ولكن حاليا رح يرون منك، أو النصيحة أن فعلا تكون واضح من أجل أن يرون منك هذا الوجه، الوجه الآخر لبرج الجوزاء. دائما برج الجوزاء له وجهين، شخصيتين، خلينا نقول شخصيتين، الجانب الطيب والجانب الصارم الواضح الصريح. هذه هي الطاقة اللي أنت محتاج أن تنتقل لها، طاقة ملكة النار. أنا أعرف من أنا، وأعرف ماذا أريد، وأعرف ماذا يجب أن أفعل
لكي أصل إلى ما أريد. هني عندك طاقتين يمثلون لي خمس السيوف وسبعة الخماسيات، إن أنت تعرف جدا حاسبها من قبل أن تدخل في المشروع اللي أنت مقبل عليه. أنت حاسب وعارف إيش كثر راح يأخذك وقت، عارف إيش كثر راح يأخذ جهد، عارف إيش كثر راح يستنزف من طاقتك، من أموالك، من راحتك. حتى أنت قاعد هني تضحي براحتك، حتى مستعد تضحي براحتك حاليا من أجل الراحة على المستقبل الطويل. فأنت هني تقول ما في أحد قاعد يعطيني شيء مجاني، أنا مجرد إنسان لي الحق أن أستثمر في الأشخاص الصحيحين والموقف الصحيح اللي راح يعطيني أفضل مردود. أنت عارف أنا ما هني أشوف أتعامل مع برج جوزاء يعرف بالضبط متى راح ينتقل أو يقدم على الوظيفة الجديدة، العمل الجديد، الانتقال إلى بلد جديد، عارف بالضبط متى وأين وكل مرحلة تقريبا كم من الوقت راح تأخذ معاه وكم حتى من الأموال، مرتب أوضاعك المالية، عارف أن الوقت، عارف أن الموضوع نفسه راح يأخذ وقت وانتظار وباع طويل منك. نعم، عفي عليك يا برج الجوزاء، هذه هي الطاقة المطلوبة منك لتصل إلى مرادك، أن تضع قدمك على الأرض وتكون واضح وصريح. اللي بعده راح ننظر إلى الجانب العاطفي. بشكل عام يا برج الجوزاء راح نلقي نظرة على وضعك العاطفي لشهر يونيو. برج الجوزاء، الحياة العاطفية شهر يونيو. أوكي، الكوبين، طاقة السولميت، طاقة اللقاء، التفاهم. أخيرا وصلت أو ستصل حتى خلينا نقول إلى تفاهم مع الشريك وتتفقون على أمور كثيرة كنتوا في السابق مختلفين عليها. كارت القوة، برج الأسد. هل ستكون، يمكن أنت يا برج الجوزاء شوية كنت تعاند أو مش مستعد للمساومة. كارت القوة هني يقول لي أنك فعلا راح تكون شجاع تواجه الحبيب أو الشريك وتعترف إذا أنت قصرت في جانب أو أخطأت في جانب. راح تكون مستعد أن تعترف أو حتى تقول أنك غلطان. ستة الخماسيات، التوازن، الأخذ والعطاء. أوكي، احتمال لأن الشريك في الفترة السابقة أعطاك الكثير أو حتى لم يطلب منك الكثير. مثل ما قلت لك القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، فأعكسها بما يناسب وضعك. السيف الأول، سيف الوضوح، سيف الحقيقة. أوكي، ممكن الشريك، يعني الشريك كان ماخذ فكرة غلط عنك ومستعد أن يأتي في طريقك مرة ثانية يحقق التوازن اللي كان معدوم، يحقق العدالة. ستة الخماسيات دائما فيها كف ميزان في حقيقة التوازن أيضا. وآخر كارت، أوكي، ستة سيوف، ستة سيوف مقابل ستة الخماسيات. الستة رقم جيد ممتاز من أجل التوازن، قلت لك في البداية التوازن. في شخص مستعد أنه يدوس على كبرياء، اللي كان دائما الكبرياء الغرور هو اللي يقف عائقا بينك وبين الشريك. ما أشوف هني كأنما طرف ثالث أو كل هذا ما كان الأساس، الأساس هو كبرياء هذا الشخص. هذا الشخص ما يحب يعترف أنه هو غلطان، مقصر، مهمل، وما يحب المواجهة. وعندما تواجهه ما تطلع معاه بنتيجة. في الفترة القادمة هذا الشخص مستعد أن يتعقل في النهاية، أو أخيرا مستعد أن يتعقل ويواجه الحقيقة. يواجه الحقيقة أن التقصير كان من جانبه، أنه هو اللي كان مش مستعد للمساومة،
أشوف هني ست الخماسيات يريد كل شيء ويريد حالا بالا ويريد أنه هو أيضا يكون المتحكم فيه. ولكن في الفترة القادمة ما راح أقول لك أن طباعه راح تتغير 100%، ولكن على الأقل شريكك مستعد للمساومة. خلنا نوضح الكرتات. أول شيء الكوبين. أوكي، الخماسي الأول هذا الشخص خاف أن يخسرك. الحافز له هو الخوف أن يخسرك ويخسرك إلى الأبد. من أجل ذلك هو مستعد الآن أن يقدم لك عرض، ولكن هذا العرض لا يأتي بدافع الحب نفسه، يأتي بدافع التحفيز. في شيء حفز هذا الشخص؟ هل في شخص ثاني تقدم لك؟ هل في شخص ثاني طرق على بابك أو دخل حياتك أو سمع أنك راح تدخل في علاقة مع شخص ثاني؟ من أجل ذلك هذا كبرياء كبير، هذا الشخص لا يحب أن يخسر في مواجهة أحد، يحب التملك بعد. من أجل ذلك صار مستعد بين يوم وليلة أن يحقق التوازن اللي كان مفقود في العلاقة، أن يكون يعطيك وقت واهتمام وأيضا أموال. يمكن كان بخيل، مستعد أنه يعطيك في الفترة القادمة ويصرف عليك، أو على الأقل يكون عادل معك. خلنا نوضح كرت القصيات الإمبراطورة. برج الجوزاء، أنت تتعامل مع شخص هو وجود الفول. الفول هو الأحمق ترجمته حرفيا. أنت تتعامل مع شخص نوعا ما ليس ذكي اجتماعيا أو حياة، يعني يمكن ذكي أكاديميا، ذكي مع الأرقام، ولكن في التصرف في الحياة ليس ذكي. وإن كان شخص ناضج ولكن مش ذكي، دائما يعطي الأشخاص الخطأ أو يبالغ في العطاء، يسمح للأشخاص أن يدخلون حياته، يدخلون حياته، يأخذون من أمواله، يصرف على الناس، يصرف كثيرا خارج العلاقة خارج المنزل، بخيل داخل العلاقة داخل المنزل. عندنا الإمبراطورة تحت ست الخماسيات، الإكثار من العطاء. إنزين، وجود الأحمق هنا يقول لي أن تصرفاته كانت خاطئة وكانت احتمال سبب الانفصال بينكم، سبب ابتعادك عنه أنت. هني أشوفك أنت مبتعد، ولكن حتى لم ترغب في الابتعاد، يعني أنت مو من نفسك قررت أنك راح تبتعد عنه، ولكن ما لقيت أمامك خيار ثاني. خلنا نوضح السيف الأول. أوكي، أربعة السيوف. أنت علمت، أنت لأنك برج هوائي، البرج الهوائي هو برج العقل والذكاء، أنت علمت أن هذا الشخص مجرد فترة وراح يكتشف حقيقة الأشخاص اللي قاعد يعطيهم، إذا كان في علاقة ثانية مع الأصدقاء مع الأطراف الخارجية يعطيه بكثرة، وكريم، بخيل معاك وكريم مع غيرك. كنت تعرف بينك وبين نفسك أن كل ما يتطلب الموضوع أن يذهب ويجرب غيرك عشان يعرف قدرك، وأن ترحل أيضا، ترحل من أجل أن يكتشف حقيقة الأمر بنفسه. هني ما بين السبات وما بين السيف الأول أنت علمت أنه ما في طريقة ثانية، ما تقدر تكون موجود في حياته، أو ممكن حتى للمستقبل ما تقدر تكون موجود في حياته، وأيضا في نفس الوقت هو يكتشف الوجوه الحقيقية للأشخاص المحيطين فيه. أشوف هني محاط بالكثير من الأشخاص الاستغلاليين الماديين. نوضح ستة السيور. تمبرنس، التعادل. برج الجوزاء، أول شيء أهنئك على الطاقة اللي أنت على وشك أن تدخل فيها، أنت على وشك أن تدخل في طاقة، لأن الشريك هنا لم يستجيب إلى طاقة الحب، ابتديت معاه في طاقة الحب،
في طاقة العزيمة، في طاقة اللي أريد أن أريك حقيقة الأشخاص المحيطين فيك، الأشخاص اللي يحاولون أن يفرقون بيننا، الأشخاص اللي قاعدين يستغلونك، ما نفع معه هذا الأسلوب، فاضطريت أن تريه مثل ما قلت لك الشخصية الأخرى لك، الشخصية الهوائية الذكية الواضحة. اخترت الحل الصعب، ولكن فعلا لم يكن أو لن يكون أمامك في الفترة القادمة إلا هذا الحل، أن تدع هذا الشخص يستيقظ من سباته بنفسه، ما تقدر أنت توقظه غصبا عنه، ما تستطيع تقول له انظر انظر بيدي أملك الحقيقة، ما يصير. لازم هو هني يقرر منه ومن نفسه أن فعلا يواجه الواقع، يواجه الحقيقة. هذا الشخص متعود على نوع من الأدمان، متعود أن دائما يكون موضع ترحيب أو يحسبون الأحساب، ولكن مش السبب هو الاحترام والحب، السبب هو الأموال، الأموال اللي يدفعها، المسؤولية اللي يحملها، من أجل ذلك يعشمونه كثيرا. أنت هني في طاقة التمبرنس التعادل قاعد تحسب نتيجة أو ما هي الطريقة الأفضل اللي تتعامل فيها مع هذا الشخص، حتى تقريبا مثل طاقة الحياة العملية عندك. دائما برج الجوزاء أنت تحسب قبل أن تدخل في أي موضوع، تحسب وتقيم وتحلل قبل أن تقدم على أي خطوة، وهذه الطاقة ذكية، هذه الطاقة محببة، هذه الطاقة من مصادر قوتك أنت، ابقى عليها. لا تفعل، أنت مو من النوع اللي تفعل الأمور بسبب حافز أو بسبب انفعال، أنت لست من هذه الأبراج. احتمال أنك تتعامل مع برج الأسد، أو هني عندنا برج الميزان، عندنا الأبراج الترابية، الثور، العذراء، الجدي، كل طاقتهم هذه حاضرة. إنزين، ولكن إن كان هذا الشخص، أشوف هني انتهت علاقتك معه بشكل مفاجئ، بشكل بسبب تافه، بشكل أنت لم تتوقعه، توقعت منه أنه راح يحارب من أجلك، ولكن اكتشفت العكس. وإن كان ليس خيارك الأول، ولكن ما عندنا حل لما في شخص ما يريد أن يحارب من أجلنا، ما عندنا حل إلا أن ننسحب، نشوفه هو شلون يحارب من أجل نفسه لوحده، صح؟ وفي هني شيء، أنت كنت على وشك الإقدام في عمل جديد، علاقة جديدة، زواج جديد، أو حتى مجرد الابتعاد، أن تجد لنفسك أنت. برج الجوزاء هني البداية الجديدة، ليست مثل أيضا القراءة العملية اللي مرينا فيها، البداية الجديدة أنت ما راح تحصل عليها عن طريق الانتظار، أنت توجدها لنفسك، عندك هاي النوع من الطاقة. ساعات بعض الأمور تكون توجد من أجلنا، نتفاجئ أن هذا الشيء موجود والفرصة نفسها انفتحت، ولكن أنت لا، الفرص الجديدة في هذا الشهر راح أنت تفتحها من أجل نفسك، وأنت لديك القوة، لديك السيف، لديك السيف، لديك طاقة العقل، الذكاء، التحليل، تقدر تحدد أي مسار أخذ هذا المركب راح يكون في سلام، راح أختار الأفضل من أجل نفسي. عندك أيضا هذه الطاقة في خلال شهر يونيو، أن نختار الأفضل من أجل أنفسنا، وما هي أفضل الخيارات، هل أن أظل أصبر على شخص مش مستعد أن يحارب أو يفهم حتى أو يستوعب حاليا، يتصرف كالأحمق، يأخذ العلاقة يمينا ويسارا، حان الوقت أن أنت تأخذ الكنترول يمين ويسارا، لأن عندك كرت الأحمق، أنت هنا اللي عندك كرتين فيهم تحكم، ستة سيوف والسيف الأول، أن تأخذ الكنترول، تأخذ هذه العلاقة إلى المكان الصحيح، ولكن مش عن طريق سكوتك عن هذا الوضع، عن طريق أن تضع أيضا مرة ثانية، تضع قدمك على الأرض وتقول هذا الموضوع، هذا الأسلوب ما عاد ينفع، ما راح يكون مسموح مرة أخرى، مش مسموح أن أنت تسمح لهاي الأشخاص يستغلونك، إذا استغلوك يعني استغلوني. ولكن أشوف أن الشريك في هذا الشهر أيضا راح يمر بفترة اكتشاف، من السبات إلى السيف الأول راح يمر بفترة اكتشاف الحقائق، راح تسمح له عن طريق شوي ابتعادك، راح تسمح له أن فعلا يرى الأشخاص على حقيقتهم، أفضل من أن أنت تراوي بنفسك. هذه هي الطاقة في حياتك العاطفية. خلينا نشوف
الأخبار القادمة في طريقك. خلال شهر يونيو إذا أنت منتظر أي أخبار متعلقة بالهجرة، بفحوصات، بموافقة معينة، خلينا نشوف اللي بطريقك. ملكة الأكواب، برج الجوزاء، الأشخاص اللي راح تتعامل معاهم في الفترة القادمة راح يكونون جدا معجبين بأدائك، معجبين بشخصيتك، معجبين حتى بأسلوبك، لديهم الكثير من الإعجاب. ثمانية الخماسيات، معجبين بتفانيك في العمل أو باجتهادك، مش شرط في العمل، ممكن حتى الشريك. إذا أنتم مثلا أقدمتوا على فحوصات من أجل الحمل، الشريك أو أي جهة أنت تتعامل معها، الشريك معجب باجتهادك في هاي الموضوع، بالتزامك مثلا. إذا أنت تقدم على عمل أو على موافقة معينة تريد أن تحصل عليها، فالأشخاص اللي تتعامل معهم جدا راح يكونون معجبين فيك، أظهر لهم جانب التفاني منك، جانب الاجتهاد، جانب العمل والجدية في العمل، لأن هذول الأشخاص راح يقدرون فيك هذا الجانب. أوكي، فارس النار، مثل ما قلت لك برج الجوزاء دائما عنده شخصيتين، الجانب المختلف، جانب المتعة، عندك جانب جاد وعندك أيضا جانب ممتع، يحب المغامرات، يقوم بأشياء عفوية. أربعة الأكواب، هنا يقول لك أربعة الأكواب، أعلم يا برج الجوزاء أن هذه ليست محاولتك الأولى، سواء كانت للاجتياز امتحان، للحصول على هجرة، مهما كان الموضوع ليست محاولتك الأولى، ولكن هذه المحاولة ستصنع لك مثل السمعة اللي جدا محترمة مع هذين الأشخاص، بسببهم راح إن شاء الله تحصل على مرادك. أو ممكن أشخاص محيطين فيك يرون اجتهادك في العمل، أشخاص أنت تتعامل معهم عن طريق العمل يرون اجتهادك، فراح يحاولون أن يقدمون لك عرض ووظيفة أفضل من الوظيفة الموجودة أمامك. إذا كنت مثلا عندك عائق، حتى عائق وأنت قاعدة تحاول تقدم إلى طلب هجرة أو طلب انتقال، ففي أشخاص راح يمدون لك يد العون، يرونك طريقة أفضل من الطرق اللي قاعد تتبعها. بشارة جدا جميلة يا برج الجوزاء، بشارة خير، أن أنت راح يأتيك شخص متعاطف في الطريق، يساعدك ويمد لك يد العون، يريك طريقة، هني طريقة أنت أشوفك قاعد تتبع كذا طريقة تحاول توجد لنفسك حل، راح يريك طريقة مبتكرة أنت كنت غافل عنها. ثمانية الأكواب، راح تودع إن شاء الله الأسى مرة واحدة أخيرة، خلاص مرحلة الأسى، مرحلة أشوف هني عندك دائما تكرار، تكرر محاولات الحمل، تكرر محاولات الدخول إلى بلد معين، محاولات الحصول على وظيفة معينة، دائما تقابل بالرفض. انتهت هاي المرحلة، فتقبل الطاقة الجديدة، تقبل طاقة أن أنا عندما أقبل على هاي الموضوع مرة ثانية راح ألاقي صدى إعجاب، راح ألاقي توفيق أيضا، لكن لازم أظهر جانب الاجتهاد، الاحترافية، انظروا لي كيف أعمل، وأعمل باجتهاد وبثقة، وأعرف شلون أسوي الموضوع، أعرف عن ماذا أتكلم، أعرف شلون إذا دخلت مثلا إلى هاي الوظيفة، إلى هاي الدولة راح أبدع، راح أكون لكم أكون لكم يعني مثل الشخص اللي يؤثر على هذا المحيط كله بشكل إيجابي، أكون لكم عون. أوكي، اللي بعده راح ننظر ما هي
الرسالة التحذيرية لك خلال شهر يونيو. ممكن تحذير من شخص معين أو حتى من تصرف بطريقة معينة. رح ناخذها. The Camel Boy، فتى الجمل. يتكلم دائما الجمل أو الناقة، ترمز إلى الارتحال، الذهاب في رحلة جديدة، رحلة لم يسبق لنا أن نأخذ إليها. مثل ما قلت لك، طريق جديد يفتح أمامك بشكل مبتكر، رحلة ارتحال، تونا في بدايات خطواتنا، small steps، الخطوات الصغيرة، asking for help، نسأل من أجل المساعدة، نطلب الحصول على المساعدة، مش عيب، مش عيب. هذا يتعلق بهذا الجزء، الجزء اللي راح يأتون أشخاص في طريقك يساعدونك، ينبهونك إن مثلا في زواجك لا تسوي الأمور بهاي الطريقة، في العمل لازم تسوي هذه الطريقة، من أجل الحصول على التأشيرة يجب أن تسوي الأمور بهذه الطريقة، في طريقة جديدة. وأيضا تكرر عندنا، لا تنسى 3+3=6، تكرر عندك رقم 6 في القراءة. رقم 6 هو تحقيق توازن جميل في مرحلة حالية عندنا. توازن جميل، اللي زرعناه راح نحصده، والحين نحصده راح أيضا مثل ما ذكرتك في الجانب العملي تعيد استثماره من أجل المستقبل. جهودك قاعدة تتضاعف. 6 هو رقم تضاعف، لأنه يتضاعف في رقمين، 2، رقم 2 يتضاعف في 6، وأيضا رقم 3 يتضاعف في 6، فله تأثير عجيب على جهودك، كل جهودك ستتضاعف في الفترة القادمة، أو سوري النتائج، مش الجهود، النتائج. النتائج راح يكون تأثيرها مضاعف في الفترة القادمة، فلا تخجل إن أنت تطلب المساعدة، لا تخجل إن حتى ان انت متبع اسلوب معين وتضطر انك تغيره في اخر لحظة، تغير تفكيرك، تغير توجهك، الوجهة تغيرها، ابدا مش عيب. العيب ان نظل على طريق ما عاد يعطينا او ما راح يوصلنا الى مبتغانا. خلينا نشوف ما هي الطاقة الحيوانية اللي راح تحتاجها خلال شهر يونيو. هذا الكارت سقط ستارفيش. ستارفيش النجمة، عنصرها مائي. ستارفيش تعني لك إظهار النفس. دائما ستارفيش أو نجمة البحر ترمز إلى الجمال السطحي، الطبقة الخارجية. برج الجوزاء، أنت مضمونك جدا غني، مضمونك طيب، لديك القدرة داخليا، لديك القدرة، ولكن احرص إن خلال شهر يونيو ما تخجل، ما تكون في طاقة الانسحاب أو طاقة الاختفاء.